السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء الكرام، لمحة سريعة كده عن موضوع أحد الزملاء طلبه، اللي هو فكرة الفيرتايجو والنستاجمس، وإزاي نفرق ما بين السنترال والبريفرال. موضوع شوية ساعات بيلخبط بعض الناس، لكن نحاول إن شاء الله على مرتين أو ثلاثة كده إن احنا نقوله بشكل سريع ويكون مبسط إن شاء الله. النقطة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة مقدمة شوية عن الموضوع، يعني احنا عشان نفهم القصة بتاعة الفيرتايجو وقصة النستاجمس لازم نحاول شوية إن احنا نفهم الجزء المتعلق بالبيزك إلى حد ما عشان نقدر نفهم الموضوع. فالنهارده احنا هنتكلم عن نقطتين صغيرين في الموضوع دوت، وانا اعتقد ان هما ليهم امباكت قوي في معرفه الجزء المتعلق بالفيرتايجو والنستاجمس. الجزء الاولاني، اول حاجه مهم ان احنا نعرفها الفيستيبولار كونكشنز. الحاجة التانية اللي احنا محتاجين نعرفها هو الجيز كنترول. vestibular connections و الجيز كنترول. الجزء المتعلق بالفيستيبولار كونكشنز سريعا، احنا عشان ما يعني ما ناخدش ديتيلز زي ما هنقولها بعد كده، احنا عارفين ان احنا الفيستيبولار كونكشن عبارة عن، احنا كان عندنا في حاجة اسمها الكريستا امبيولاريس، والكريستا امبيولاريس دي اللي كانت موجودة في السيمي سيركلر كانالز، 3 سيمي سيركلر كانالز، وكان جوه الكريستا امبيولاريس ديت كان في حاجة اسمها الكاينوسيليوم، واللي بتتحرك في الموشن مع الفلويد، ودي بتديني الروتس بتاعة الفيستيبولار نيرف، الفيستيبولار نيرف اللي بيطلع عشان يروح للبرين ستيم. طيب بيروح للبرين ستيم فين؟ احنا في عندنا بيدخل البرين ستيم في الجنكشن ما بين البونز والمظله، وبيدخل انتيرير تو ذا سيربيلا، انتيرير تو ذا سيربيلا. فالكونكشنز بتاعتنا عباره عن ايه؟ اول حاجه مع النيوكلياي بتاعت الفيستيبولار نيرف، خلاص وهم فور نيوكلياي. تاني حاجه كونكشن مع السيربيلا. تالت حاجة كونكشن مع الميديا اللي بتدينا فيسيكلس. رابع حاجة كونكشن مع الفيستيبولو سباينال تراكت عشان الكوركتيف بودي بوستشر اللي احنا بناخدها مع الموشن. يبقى انا عندي الفيستيبولر نيرف بيديني كونكشنز مع السيربيلوم، النيوكليس بتاعته، الميديا اللي بتدينا فيسيكلس، والفيستيبولو سباينال تراكت. دي الكونكشنز بتاعت الفيستيبولر تراكت. والهدف من الكونكشنز دي حاجتين، الحاجه الاولى على مستوى الفيستيبولو سباينال تراكت هو الكوركتيف بودي بوستشر، وعلى مستوى البرين ستيم هو الفيستيبولو اوكولار ريفلكس. خلاص، طيب ده الجزء الاولاني اللي هو متعلق بالفيستيبولار كونكشنز. الفيستيبولار كونكشنز الفيستيبولار نيرف بيدخل في الجنكشن ما بين البونز والمجله anterior to the cerebellum، بالتالي هو بيدي للcerebellum information، بيدي للنيوكليس بتاعته، بيكونكت مع الميديا اللي موجودين الفاسيكولس، بينزل منه كونكشن في صوره الفيستيبولو سباينال تراكت. طيب ده كده الجزء الاولاني اللي هو الفيستيبولار كونكشنز. خلينا نشوف الجزء الثاني اللي هو الجزء بتاع الجيز كنترول. ازاي احنا بنعمل جيز كنترول؟ بنعمل جيز كنترول حقيقه الموضوع مختلف شويه من الفيرتيكال، موضوع مختلف من الفيرتيكال عن الهوريزونتال، عشان بمنتهى البساطه عشان ما نتوهش في النقطه دي. هنتخيل كده ان احنا عندنا ده كده الميد برين، وبعدين البونز، وبعدين المظله، وهنا كده الفورس فنتركل، وهنا كده السيربيلوم. خلاص،
وانه ده كده البرين اتسلف بالشكل دوت. احنا اتفقنا قلنا في عندنا في فيرتيكال وفي هوريزونتال، خلاص. طيب الفيرتيكال والهوريزونتال اول حاجه لازم نعرف مين السنتر بتاع الفيرتيكال ومين السنتر بتاع الهوريزونتال. السنتر بتاع الهوريزونتال موجود في منطقه البونز، يبقى الهوريزونتال موجود في منطقه البونز عباره عن البارابونتاين، البارابونتاين تيكولر فورميشن بلس الابديوسنت نيرف، خلاص. الجزء المتعلق بالفيرتيكال موجود هنا عند الدورسال ميد برين، دورسال ميد برين او في بعض الناس بتطلق عليها ثلامو ميزنسفاليك جونكشن، ثلامو ميزنسفاليك جونكشن، دي بتشمل البوستيريور كوميشر، خلاص. ده كده الجزء بتاع الفيرتيكال. طيب الجزء ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الجزء بتاع الفيرتيكال ده كده اسمه نيوكلير، يبقى ده كده النيوكلير. نيوكلير موجود على مستوى الميد برين فور فيرتيكال وعلى مستوى البونز فور هوريزونتال، خلاص. طيب ده كنترولد بايه؟ ده كنترولد، طالما احنا قلنا في نيوكلير يبقى في سوبرا وانفرا نيوكلير، الانفرا نيوكلير، الانفرا نيوكلير بمنتهى البساطة هو عبارة عن النيرفز اللي هي بتموف الاكسترا اوكلر ماسلز والنيورو ماسكولر جونكشنز والمسلز اللي هتحرك الجلوب، ده كده الانفرا نيوكلير، خلاص. الجزء بتاع السوبرا نيوكلير موجود في مكانين، في عندنا الفرونتال اي فيلد او الفرونتال اي فيجوال فيلد اريا او الفرونتال اي فيلد سنتر، وفي عندنا جزء بتاع البرايتو اوكسيبيتال سنتر. الجزء بتاع الفرونتال اي فيلد اولا هو مختص بحركه السكاديك اي موفمنت وبيبقى كنترولينج كونترا لاترال، كونترا لاترال، يبقى الفرونتال اي فيلد سكاديك موفمنت وكونترا لاترال. البرايتو اوكسيبيتال خليك فاكر ان فيها البي، فاحنا عندنا كمان بيرسوي وبيبقى كنترولينج ابسي لاترال، بيرسوي اند كنترولينج ابسي لاترال، خلاص. ده كده السوبرا نيوكلير كونكشنز او السوبرا نيوكلير كنترول، سوبرا نيوكلير كنترول. يبقى احنا كده عندنا سوبرا نيوكلير عباره عن الفرونتال اي فيلد، البرايتو اوكسيبيتال، عندنا نيوكلير متعلق بالهوريزونتال والفيرتيكال، الجزء بتاع البارابونتاين ريتيكولار فورميشن والجزء بتاع الدورسال ميد برين، وعندنا انفرا نيوكلير جزء متعلق بالنيرف والنيوروماسكولار جونكشن والمسل اتسلف. طيب في جزء بقى اسمه انتر نيوكلير، والجزء بتاع الانتر نيوكلير دوت اللي هو متعلق بالميديا لونجيتودينال فاسيكلس، الميديال لونجيتودينال فاسيكلس، ودي نقطه مهمه بقى. الجزء بتاع الميديال لونجيتودينال فاسيكلس احنا عارفين الميديال لونجيتودينال فاسيكلس بتاخد من الابديوسنت وتعمل كونترالاترال كونكشن مع الاوكلوموتور، هي دي الميديال لونجيتودينال فاسيكلس، خلاص. طيب عشان انا اقدر افرق سيمبلي ما بين
الاماكن دي وبعضها. اول حاجه خالص، اول حاجه خالص السوبرا نيوكلير، عشان تفرقوا من الحاجات اللي تحته، اعمل الدولز اي موفمنت فينومينا، يعني حرك دماغ العيان يمين شمال فوق لتحت، لقيت ان العين بتتحرك كونجوجيت وسينكرونس مع الحركه اللي انت بتعملها، خلاص يبقى انت المشكله سوبرا نيوكلير. ليه؟ يبقى انا عشان افرق فوق كده منطقه فوق هعمل الدولز. خلاص لو الدولز دي انتكت يبقى انا فوق، لاني اكني شغال عن طريق اللوكال ريفلكس ارك زي ما كان بيحصل في السباينال كورد. خلاص طيب، يبقى انا كده استبعدت الجزء بتاع السوبرا نيوكليير او اثبته، يعني لو الدولز فيها مشكله يبقى السوبرا نيوكليير ده موجود معايا، لو الدولز انتكت يبقى انا تحت. لو بتكلم على انديفيدوال موفمنت يبقى انا انفرا نيوكليير. خلاص لو بتكلم على كونجوجيت ديفيسيت يبقى انا يا نيوكليير يا انتر نيوكليير. نيوكليير انا بتكلم مع اما عندي هوريزونتال جيز ديفيسيت يا اما بتكلم ان انا عندي فيرتيكال جيز ديفيسيت. اهم مثال على الفيرتيكال جيز ديفيسيت الناس اللي بقى عندهم بروجريسيف سوبرا نيوكليير بولسي، يبقى عندهم مشكله في الفيرتيكال ابورد جيز، عشان كده الناس دي عندهم مشكله هنا في السنتر اللي هو موجود ما بين الثالاموس والميزنسيفون او الميد برين. طيب نيجي للجزء بتاع الانتر نيوكلير. هو الجزء بتاع الانتر نيوكلير احنا عارفين طبعا انه اي ليجن في الميديا لونجيتودينال فاسيكلس، الليجن في الميديا بيعمل لنا حاجه اسمها الانتر نيوكلير اوسالموبليجيا. خلاص الانتر نيوكلير اوسالموبليجيا في معناها ايه؟ معناها انه معلش خلينا ناخد الجزء اللي تحت ده كده عشان الانتر نيوكلير اوسالموبليجيا، عشان النقطه دي برضو مهمه وبتلخبط ساعات. الانتر نيوكلير اوسالموبليجيا احنا عندنا اتفقنا جزء بتاع الميد برين وبعدين جزء بتاع البونز. في عندي هنا دي كده الابيوسنت والاوكلوموتور الناحيه الثانيه، اتفقنا انه من الابيوسنت للاوكلوموتور الناحيه الثانيه دي كده اسمها الميديا لونجيتودينال فاسيكلس. طيب يبقى انا لو انا اتفقنا انه دي ليفت وان دي رايت، يبقى انا الليفت ميديا لونجيتودينال فاسيكلس كونكتنج بالليفت اوكلوموتور. ها دي نقطه مهمه. وبالتالي لو ان انا عايز احرك الاي ناحيه الرايت يبقى انا هنا استخدمت الناحيه دي الابيوسنت صح، ومحتاج استخدم هنا الاوكلوموتور. مين اللي هيعمل لي الكونكشن ده؟ الميديا لونجيتودينال فاسيكلس. طب لو الميديا لونجيتودينال فاسيكلس كانت انتربتد على الناحيه الليفت يبقى الاي دي مش هتروح، هتدناها ثابته في مكانها. وده طالما دي ثابته في مكانها ودي اتحركت تبدا دي تعمل حاجه اسمها سيرشنج نستاجمس، تبدا يحصل نستاجمس في الابدكتنج اي عشان تدور على العضله الثانيه اللي ما عرفتش تعمل اب، ما عرفتش تعمل ادكشن سوري. يبقى الابدكتنج اي اللي هي فيها الابيوس شغال، لكن الادكتنج مع الميديا لونجيتودينال فيسيكلس ما اشتغلتش، وبالتالي الميديا ريكتس ما اشتغلتش عشان كده ما حصلش فيها ادكشن. طيب انا عشان اميز بقى ما بين طب هو الليجن دلوقتي في انهي مكان من الانتر نيوكليير فيسيكلس من الميديا لونجيتودينال فيسيكلس، هل هو الجزء اللي في الميد برين ولا الجزء اللي في البونز؟ افرق ما بينهم ازاي؟ بمنتهى البساطه الجزء اللي موجود في الميد برين نير جدا لحاجه اسمها الكونفرجنس سنتر، وبالتالي لو انت خليت العيان يكونفرج، لو خليت العيان يعمل كونفرجنس يعني عملت خليته يعمل النير رياكشن، خلاص خليته بص على حاجه بعيده وبعد كده قربت الحاجه دي وحصل كونفرجن، يبقى الجزء بتاع الميد برين انتكت. يبقى الكونفرجن لو انتكت يبقى انا كده في الميد برين، يبقى المشكله كانت في البونز. لو العكس الكونفرجنس ده لوست يبقى الميد برين هو اللي فيه المشكله لكن البونز سليم. خلاص طبعا احنا عارفين انه الانتر نيوكليير اوسالموبليجيا بينشق منها حاجه اسمها الوان اند هاف سندروم،
خلاص. وفي عندنا ال 8 and half سندروم لما يكون معانا ال 1 and half بلس فيشل. وعندنا طبعا الويبينو سندروم الوولد اي. الويبينو سندروم وولد اي بايلاترال انتر نيوكليير اوفثالموبليجيا لما يكون الاثنين ميديا لونجيتودنال فيسيكولس افكتد. يبقى المره ثانيه احنا بنتكلم عن الجيس كنترول في هوريزونتال وفي فيرتيكال. الهوريزونتال موجود في البارابونتاين ريتيكولار فورميشن والابديوسنت, والفيرتيكال في الدورسال ميد برين. في عندنا سوبرا نيوكليير كنترول. سوبرا نيوكليير كنترول ده موجود في الفرونتال اي فيلد للكونترالاترال ساكيدز والبرايت اوكسيبيتال للبيرسوي موفمنت ابسي لاترال. الانفرا نيوكليير متعلق بالنيرف والنيورو ماسكولار جونكشن والمسل. والانتر نيوكليير اللي هو الجزء بتاع الميديا لونجيتودينال فاسيكولس اللي الليجن فيها بيحصل فيه انتر نيوكليير اوفثالموبليجيا والوان اند هاف سندروم ايد اند هاف سندروم اند ويبينو سندروم. النقطتين دول مهمين احنا افتكرهم الفيستيبولار كونكشنز والجيس كنترول عشان ليتر اون لما نبدا نتكلم عن الديس اوردرز اللي بتحصل في النستاجمس او في الفيرتايجو يبقى احنا عارفين الاوريجن بتاع التيرمينولوجي اللي احنا قلناه ده جاي منين. اتمنى ان الجزء البيزك ده يكون مفيد, ومحتاجين سيريال ناخد النقاط دي ورا بعض عشان ما ننساهمش. الجزء بتاع الفيستيبولار كونكشن جيس كنترول مهم عشان الحلقه اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.